والعلم ما أورث القلب الزكية قد وخشية عند أهل الله كلهم. وعباد الرحمن، أول واحدة من صفة المسلم بيكون عبد، معنى العبد يعني مملوك لله، مملوك بقلبه بعواطفه بميوله برغباته، لا يرغب إلا ما يرغبه الله، لا يحب إلا من وما يحبه الله. يحب الفضائل الكمالات، يؤدي كل الواجبات ويتبعها بالنوافل والمحبوبات، هي العبودية الطاعة الكاملة. قال وعباد، ما عباد الجبار، ما عباد المتكبر، عباد الرحمن، فإذا صاروا عباده فتأتيهم الرحمات والعنايات، في المعارك ينصرهم، وبعد الفقر يغنيهم، وعند العجز يفيض عليهم من قدرته، ويملأ عقولهم بالحكمة والإصابة والسداد في أعمالهم وفي مهماتهم.